سامر حلو. احنا لما نيجي نبص على برنامج الريفت بتلاقي حاجه اسمها ادلز. ادلز دي عامله زي الاثبات. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا وانا شغال على الريفت في حاجه انا عايز اعملها ومش موجوده، بدور عليها مش لاقيها، فانا بروح لادلز ديت وببدا اسطب الادلز اللي انا عايزها. طب اجيب الادلز دي منين؟ هو اول ما تفتح ريفت 2013 او 14 بتلاقي في اداه هنا اهي اسمها اكسشينج ابلكيشن اي بي بي اس، تمام؟ بدوس عليها بيدخلنا على الموقع بتاع اوتو ديسك، ببدأ اشوف هنا الادوات اللي انا ممكن اشتغل بيها. ده بيدخلنا على الموقع فيهم حاجات كتيرة فري، تمام؟ يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تكون انت مثلا عايز تحط مثلا هناجر، الهناجر مش موجودة في الريفت مباشرة، فبتروح جايب اداة رصت لك الهناجر مرة واحدة، تمام؟ هتلاقي حاجات كتيرة فري، في حاجات بفلوس، وكل الحاجات بفلوس رخيصة جدا. يعني في حاجة مثلا بتعمل لك بي دي اف 3 دي، يعني تخرج لك الملف في البي دي اف الطباعة بحولك 3 دي. في حاجات مثلا بتصدر لاي اف سي، اي اف سي ده للمصانع، تمام؟ يعني لو جيت هنا مثلا وكتبنا الكتريكال اي ال اي سي ونشوف ايه الحاجات الخاصة بالالكتريكال، المفروض نكتبها كاملة بتلاقي في حاجات الالكتريكال زي ايه، في هنا سبورتات وهناجر للكيبل تري، ده برضه سبورتات وهناجر للكيبل تري، دي تصدير مصانع التوتال ستيشن بوينت يوتيليتي انجيور. بتلاقي حاجات اهي الكتريكال، تمام؟ بتلاقي فيها تريال ممكن تسطبها، درو الكتريكال سيركت، بيرسم هو الدايره بتاعت الكهرباء از يو وانت زيم، يعني بيديك اختيارات اكتر من اللي موجوده في الريفت. كل واحده فيهم بيبقى شويه مزايا زي ما انت عايز. يعني دوسنا هنا، مجرد ان انت تعملها داونلود وتبدا تحملها، تمام؟ بتبدا تظهر معايا هنا في قلب الادنس دي. الادنس دي موجوده اللي انا مسطبها، مسطب حاجه واحده بس اسمها فايل ابجريدد ابجريدر. ده لو انا مثلا عندي كميه كبيره من الملفات، الملفات كلها 2011 و2009 و2010 وعايز ارفعهم ل 2013، بقول له فايل ابجريدد وحدد له كل الملفات واسيب بقى مع نفسه، بدل ما كل ما اجي افتح ملف اقعد مثلا 10 دقايق على ما يفتح، لا هو اوتوماتيك يروح محولهم كلهم يعمل لهم ابجريد، تمام؟ فدي ببساطه فكره الادنس ديت.